الحمد لله يعني ما لقيتش صعوبات في التأقلم مع فريق الرجاء البيضاوي بحكم انني لقيت رحاب كبير من اللاعبين ومن الجماهير المكتب المسير. الحمد لله يعني انا كنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديال الجمهور ولمالا ان شاء الله نعطي اضافه للفريق، لان فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير ودائما كيلعب على عده واجهات، وشان ان شاء الله كنتمنى نحقق شي لقب مع فريق الرجاء البيضاوي ونصم شي بصمه تكون زوينه ان شاء الله اللي تبقى ديما خالده في الذكر ديال الجماهير ان شاء الله. النتيجه عاديه، احنا كنا طامعين باش نجيبوا شي نتيجه ايجابيه، لكن كرة القدم هي هذيك ما عرفتش، يعني لعبنا مع فريق المغرب شي طواني تاهو كينافس على البطولة الوطنية، ما كانش ساهل تاهو كان ند، يعني اش نقول لك، يعني واخا ما نقولش لك مبرر ديال السفر، ولكن كما كتعرف يعني ملي كطيح في الظروف يعني ضروري خصك تتأقلم معها. يعني كنتمنى ان شاء الله نساو هذه المباراة ديال المغرب شي طواني ونفكروا في المباراة الجاية اللي غادي يكون ان شاء الله حاسمين ان شاء الله.